تحية طيبة مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حوار الساعة. وفي هذا العدد نبحث عن الحلقة المفقودة ضمن معادلة أطرافها ثلاث: الشارع يرفع سقف المطالب سلميا، السلطة تقترح، والمعارضة تتموقع. وفي المقابل نطرح أكثر من تساؤل: ما هي الحلول؟ ما هي البدائل؟ ما هي المقترحات؟ ومن بيده الحل؟ أسئلة وأخرى نناقشها في هذا الفضاء المباشر على التلفزيون الجزائري مع الأستاذ أحمد جداعي، ممثل عن حزب الأفافاس. مرحبا وأهلا وسهلا بك سيدي. الأستاذ محمد فادن، الخبير القانوني وعضو المجلس الدستوري سابقا. محمد هدير، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. شكرا لك سيدي. وعبر الساتل الأستاذة فاطمة الزهراء أسبع، أستاذة علم النفس بجامعة وهران 2. مرحبا وأهلا بك سيدتي. شكرا، شكرا لك. نعم، النقاش أكيد سنكون بدايته من خلال أن نستمع إلى آراء وانطباعات ملأت هذا الجمعة الشارع بوعي كبير، وكانت المسيرات التي جابت العديد من ولاية الوطن في صورة حضارية أبهرت العالم وأبهرت الداخل، وأعطت صورة حسنة على هذا الشباب الواعي الذي يدرك تماما ما هي مطالبه بالتحديد. نتابع. لا يمكن الحصول عليه بالسلمية، يمكن الحصول عليه بمزيد من السلمية. ما طلبنا حكومة مدنية. الشخص اللي يحب يكون عضو يجب أن يكون يده غير ملطخة بدماء الجزائريين، ويده غير ناهبة لمال الجزائريين. أي شخص كهكذا نحن نقبلوه. التغيير يمر حتما عبر تغيير الرجال، ولكن كامل الرجال وليس البعض فقط الذين هم في الواجهة. فهناك رجال في الجزائر أكفاء، يعني يجب تكوين نخبة تمثل الشعب، لا يمكن إيصال صوتنا هكذا. يعني يجب أن يكون حراك منظم، هو حراك منظم. هناك يعني هذا لا يمكن قياس المعارضين بالنسبة للمظاهرات. هناك أشخاص لم يستطيعوا أن يعني أن يحضروا في الشارع. Alors ils connaissent les interlocuteurs, ils عرفوهم les interlocuteurs. Ceux qui ont été écartés du pouvoir, ce sont ceux-là les interlocuteurs. Ils عرفوهم. نحن طالبنا بإنشاء حكومة وحدة وطنية. ثانيا بإنجاز هيئة أمانة الأمة الذين يسهرون على تنفيذ هذه المطالب. كاين عباد في السلك يعني تاع الدولة ومنا، كاين عباد، كاين رجال الله يبارك وفضلهم، لأن الحالة راهي تمشي. حنا هادو نطلبوا هاد الناس وبالتنسيق مع هذه الحركة هذايا يديروا ندوة، يتفاهموا ويديروا حكومة جديدة وتغيير جديد لنمنوا به، باش الشعب هذا اللي يخرج غدوة يامن به. ديروا لنا رجال من كل ولاية يمثلوا الولاية تاعهم وخاصة الجنوب. الجزائر عندها رجال يقدروا يقودوا هذه المرحلة الجاية، ونتمنى السلطة تسمع الشباب. كي نحسوا حنايا كشباب انه راه كاين حسن نية، فمرحبا بالحوار، واكيد انه ديرنا حابين الامور هذه تكون تمشي بطريقة سلسة وسلمية. على بالنا بوتفليقة دارنا كلش، وكون ماشي بوتفليقة كان رانا في حالة. بصح لا غالب لازم نبدلوا النظام عينا. الحمد لله الشعب راه واعي، الشعب راه واعي والشعب راهم متحد. هذه هي الفرصة تاعنا وهذه هي القوة تاعنا. النداء هذا لازم يتعطر، لازم يكون في اطار، لازم يكون ممثلين. نورغانيزيو دي زيليكسيون، نديرو لاسينيسمون دو فيشي الكتورال. لازم الشاب يولي هما القاده، ماشي بدوي اللي يجي يديرنا كومون ديراج يديرنا تعليمات نتاعو. الشاب عيان اليوم، ما بقى والو. حنايا طونك بيبل الجيريان ندومونديو يروحوا بطريقه سلميه. كاين ناس راها واعيه، راهي في الخلف، ماشي لانها ضعيفه او فاشله، انما راهي تراقب في الوضع، راهي تسنى وقتاش الفرصه تتاح لها من اجل تغيير هذه المنظومه، من اجل النهوض بهذا البلد. البلد الحمد لله
الله انعم علينا بعدة خيرات، كاين كفاءات الحمد لله، بلا 42 مليون جزائري مستحيل تقول لي ما فيهاش على الاقل 10 ملايين يقدروا يسيروا البلاد. احنا ما رانا كونطر حتى سلطه ولا حتى كما يقولوا حتى بارتي. احنا نتمناو ان شاء الله هاد السلطات وهاد الاحزاب تجتمع على طاوله واحده هكذا باش نرفعوا المستوى. النخبة هذيك راح تسير البلاد وهي اللي راح تدير الدستور الجديد وتدير ان شاء الله الانتخابات تكون حرة وديمقراطية ويطلع واحد من الشعب هو اللي يكون ان شاء الله رئيسنا. احنا الشباب اللي رانا ما نقولكش انا راني نقود في المسيرات، اللي رانا ننظموا في المسيرات كيما بالشيء اللي نقدروا عليه والامكان تاعنا، رانا نتحاوروا ما بيناتنا في عبر وسائل الفيسبوك باش نخرجوا بعض من الشباب من كل ولايه الجزائر اللي راح هما يمثلونا. احنا ما نطلبوا حتى شخص يمثلنا، لا المعارضه السياسيه بس ما يمثلوش معارضه. سي جداعي ننطلق من اخر استجواب ويقول لك انه ما نريد حتى واحد، الامور ماشيه على الفضاء الازرق. هذا الخزان البشري الواعي الذي يمثل هذا الحراك السلمي والذي يرفع مطالب وزاد من سقف المطالب، يقول لك الان نحن من ينظم انفسنا بانفسنا، اين انتم كحزب سياسي من هذا الحراك؟ اولا قبل كل شيء السلام عليكم، وقبل ما نبدا الكلام تاعي حبيت كان تخوفات من بعض المواطنين اللي كتبوا لي في الفيسبوك اليوم، قال لك وعلاش تروح للتلفزة لوان تي في خاطر ما يمنوش. نعم. ما يمنوش بالتلفزة الجزائرية، هذا واقع، كما ما يمنوش بالحكومة وما يمنوش بالحكم الموجود الآن. لكن نقول لهم احنا خذينا ضمانات قبل ما نجي هنا، الحزب خذا ضمانات باش تكون الحصة هذه على البث المباشر اولا. نعم. وتكون عندي حريه كامله للتعبير. ولكذلك سي جداي. هذا من الجهه الاولى. ثانيا قبل كل شيء لازمنا يعني نشوفوا باللي هذا الحراك هذا ما نسميهوش كحراك فقط شعبي. هذه يعني انفجار ديمقراطي شعبي سياسي. انفجار حقيقي، سي ان سيغسو بوليتيك اي باسيفيك كي سي باسي دون البي. وهذا هذا الانفجار السياسي السلمي هذا من طرف الشبان، وعلاش خرجوا للطريق؟ خرجوا للطريق نشوفوا الشبان اللي تكلموا من قبيل والمواطنين اللي تكلموا من قبيل. خرجوا الانفجار هذا خرجوا باش يطربوا الحقوق تاعهم. كما كان يقول السي حسين ايت احمد رحمه الله، le droit, la population est sortie pour demander les droits, le droit d'avoir des droits. من أجل حق في الحقوق. Qu'est-ce que ça veut dire? Le droit d'avoir des droits. يعني كل الحقوق. الحقوق السياسية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الاقتصادية، الحريات، الديمقراطية إلى آخره. كل وشفنا احنا مشينا في مع الحراك هذا من الأول وحنا مع الشعب. شفنا كيف مشيتوا استاذ باش نفسر الامور. انا في احنا خرجنا مع المواطنين كمواطنين ماشي كحزب سياسي. نعم. ولو الحزب تاعنا يعني طلب المناضليه والمتعاطفين معاه والمواطنين طلب باش نزيدوا نقويوا هذا نقويوا المسيرات السلميه الى اخره. وناخذ نقول حاجه ثانيا يعني il faut qu'on rende hommage un hommage appuyé à ces jeunes هاد الشبان اللي خرجوا للطريق وهذا الوعي السياسي الموجود اللي شفناه في الاخر والتربيه تاع المواطنين التربيه يعني شوفوا كانوا يقولوا لنا باللي هذا الشعب غاشي هذا ما عنده حتى ما يخممش ما عنده حتى وعي. نعم. هذا اعطانا درس في الجزائر والدرس للعالم بأسره. نعم. هذا الجماهير اللي خرجت للطريق بكل حرية بكل اطمئنان وشفنا يعني الآن حاجة اللي فقدناها يعني كانت موجودة في الانديبندانس واش كان لو غيف كوليكتيف الحلم الجماعي في الشعب يحلموا بالازدهار في البلاد يحلموا لكن
يا للأسف شفنا بلي جماعة جات استولات على الدولة وخصت الدولة لمصالحها والديمقراطية ما تركزتش في البلاد. وشفنا بلي الآن بالمظاهرات هادو في هذا الشهر هذا شفنا بلي هذاك الحلم الجماعي لو غيف كوليكتيف سي طونكور سي انستالي اون دوزيام فوا دون البي اي سا. وهذه حتى حاجة ما تكون أكثر من هذا الشيء. وهذا لو غيف كوليكتيف نعطيك برك يعني نقطة برك يشوفوا الحراقة نترحموا على اللي ماتوا في البحر، شوفوا الحراقة اللي كانوا يخرجوا. قل لي اسكو كانت كاينة سفينة خرجت من اللي بدا الحراك هذا؟ ما كان حتى شاب خدا البحر باش يخرج. لماذا؟ لأن الحلم الجماعي هذا اللي راه موجود في البلاد، راهم يحلموا بجزائر حرة وديمقراطية. والشعار شوفوا حتى الشعار اللي الجماهير رفضتها، من أجل جزائر حرة وديمقراطية. نعم، حتى نشرك النقاش الأساتذة، وسنعود إليك سي أحمد جداعي. الأستاذ فادن، المطالب صعدت أو كانت فيها التصعيد إلى السقف، حتى أنها مرات في كثير من الأحيان تلغي ما هو دستوري. هل الشرعية في نظركم، الشرعية الشعبية، تلغي ما هو دستوري، ما هو قانوني؟ هل المرحلة تتطلب ذلك، أن لا نتكلم على ما هو قانون؟ نعم، شكرا سي جلالي. بعد بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. في الأيام الأخيرة حقيقة مطالب الشارع لحقت للسقف، وكانت ثلاث مطالب، ما كانش عودة خمسة، رئيس ما يترشحش، مرحلة انتقالية. نعرف بأنه قضية أنه ما كانش انتخابات، الدستور ما يهدرش، الدستور يهدر على حالة واحدة موجودة في المادة 110 اللي تأجل في الانتخابات، وهي حالة الحرب. ما راش في حالة الحرب، لكن بالرغم أن الدستور ما يسمحش بتأجيل الانتخابات، رئيس الجمهورية أجل الانتخابات. لماذا؟ دائما في إطار الدستور، لأنه يعرف بأن الشعب هو مصدر السلطة، الشعب له هو اللي صاحب السيادة، وبالتالي استجاب لصاحب السيادة كما هو منصوص عليه في المادة 7 باش أجل الانتخابات. مش أجلاش، لكن حتى الآن راهي رفعت شعارات لا للتمديد لا للتأجيل. أنا لحق سي عماري باش نكونوا منطقيين. نعم، الشارع لما رفع شعار أجل الانتخابات، هذا شعار موش دستوري، لكن كان لازم رئيس الجمهورية انطلاقا من الشرعية الشعبية وانطلاقا من أن الشعب هو مصدر السلطة صاحب السيادة يسمع للشعب، يسمع للشعب أجل الانتخابات. الشعب قال الرئيس ما ترشحش، علما يعني بأن الترشيح في الانتخابات كل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية له حق أن ينتخب أو لا ينتخب. نعم، رغم هذاك أعلن باش ما يترشحش. الشعب طلب مرحلة انتقالية، رئيس الجمهورية مشالهم في إطار المرحلة الانتقالية دائما انطلاقا من مبدأ أن السيادة هي ملك للشعب وهو اللي هو هو اللي هو اللي يمارسها. الآن تبقى باش نقول لك، هل الوضعية اللي رانا فيها هل هي وضعية دستورية بامتياز؟ الصراحة أن هذه الحالة غير منظمة في الدستور على الإطلاق، الحالة اللي نعيش فيها الآن. لكن في الدستور هناك نصوص دستورية، هناك روح الدستور. في الدستور كاين ما يعرف بالحالة الاستثنائية، ما حقيقة ما راناش فيها، لكن رانا تقريبا ما يشبه الحالة الاستثنائية، لأن رئيس الجمهورية ما طلعش مرسوم الحالة الاستثنائية. والحالة الاستثنائية معناها أن تتجمع السلطات دائما في رئيس الجمهورية ككل. الحالة اللي رانا فيها حنايا، لأن في الحالة الاستثنائية ما تكونش انتخابات إلى غير ذلك، لكن المؤسسات بقيت تمشي، حكومة قاعدة تشكل، برلمان قادر يعمل، المؤسسات كلها تعمل. إذا من الناحية هذه الأمور لا بأس بها، لكن راح نلحقوا في وقت من الأوقات راح تكون إشكالية، لأن رئيس الجمهورية لما انتخب في سنة 2014 لمدة 5 سنوات، أدى اليمين في 28 أبريل 2014، بمعنى إلى غاية 28 أبريل 2019 يبقى رئيس الجمهورية منتخب يستمد الشرعية تاعو من الإرادة الشعبية، لأن الشعب انتخبه. لكن ما بعد 28، وهذا هو بيت القصيد، ما بعد 28 هنا الأمر يختلف، ما تصبحش هناك رئيس جمهورية، لأن رئيس الجمهورية يخرج بالاقتراع العام المباشر والسري، نصبح أمام حالة رئيس الدولة.
رئيس الدولة هل يكون هو الرئيس المنتهي ولايته؟ هل يكون شخص آخر؟ وما هي الآليات اللي تخلي يكون هناك رئيس دولة؟ لأن مهما يكون رئيس الدولة هو تفسير رئيس الدولة ويختلف عن رئيس الجمهورية، هذاك منتخب ولا مش منتخب. رئيس الدولة قد يكون معين، قد يكون وإذا كانت شكلت مثلا إذا وقع اتفاق ووفاق حول الندوة الوطنية تسمى سميها ما شئت قبل 28 أبريل، هل زمام الأمور توكل لها؟ احتمال كبير، لأن شوف هي من المفروضة، من هذا رأيي الشخصي، بعد 28 أبريل من المفروض المجلس الدستوري يتدخل، لأن كان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، انتهت الولاية تاعو، تبقى المؤسسة المكلفة بصار على 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 الدستور قائمة هي المجلس الدستوري، يتدخل قال الآن العهدة الرئاسية انتهت. هل المجلس الدستوري يكلف رئيس الجمهورية يقول أبقى حتى انتخاب، أو يعلن حالة الشغور ويدعو إلى انتخابات، أو تكون هناك هيئة كما دار في 92 البيان الشهير لما كان رئيس الجمهورية استقال برلمان ما كاش، المجلس الدستوري دار بيان في 11 جانفي 1992 قال الهيئات الأمة تجتمع ودار منها المجلس الأعلى للدولة. لكن أعتقد أن الوضع يختلف في هذه المرة، في هذاك الوقت 92 ما كاش رئيس جمهورية ما كاش برلمان، أما الآن برلمان كاين، مجلس دستوري كاين، مؤسسة كلها كان، إذن يبقى علامة استفهام. وهذه العلامة الاستفهام من أنا سلك سي عماري أنا في نقاش اسمح لي اسمح لي لو سمحت، أنا نظن باللي ما لازناش ندخلوا في التقنيات. المشكل المطروح اليوم الشعارات تاع المواطنين واش يقولوا؟ يقولوا إسقاط النظام ورحيل النظام، هذه شعارات تاع الشعب. ماذا يقصد ما بالنظام؟ اسمح لي ما ندخلش في التقنيات. معليش من بعدك إلا لازم نعطيك اقتراحات تاعي بعد الخروج من الأزمة ما كاش مشكل، لكن لازم نتكلموا واش راهو يقول الشعب. يقول إسقاط النظام، رحيل النظام، مجلس دستوري يطلب فيه، يطلب بناء جمهورية ثانية، هذا هو المشكل. ولكن لازم الرحيل تاع السلطة تاع كل حكم، هذا لازم النظام ولكن يتغير تغيير جذري للنظام، ولكن هذا هو واش راه يقول الشعب. ما تدخلوش في هذيك تاع 92 ولا او هذا الان. شوف 28 ابريل ولكن سي جداعي فقط ملاحظة يا سي جداعي، كان شعار واحد وبعد بعد نعطيك الكلمة. نعم. شعار واحد واش يقول لك؟ شعار سمعناه في 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 الجمعة اللي فات، بوتفليقة ما تبقاش دقيقة ومن بعد 28 أبريل. نعم هذا كلام، هذا شعار سي حقيقي سي جداع، ما لازمناش نغلطوا، ما تدمروش الكلام. من فضلك من فضلك حتى نسير النقاش والمشاهد الكريم يستفيد. تفضل. أنتم في طرحكم لفافاس الآن هو يطرح منطق ديمقراطي، أنتم تقولوا باللي الانتقال الديمقراطي، ماذا تقصدين بالانتقال الديمقراطي؟ شكرا. هذه مطالب الشعب الكل يعرفها، لكن طرحكم انتم كافافاس تقولوا لازم طريق ديمقراطي، كيف تشوفوا الطريق الديمقراطي؟ ما كاش مشكل، لكن قبل ما نرد عليك هذه، باسكو احنا عندنا يعني خروج من الازمه، عندنا اقتراحات، لكن لا اسمح لي لو سمحت، لازمنا نسمعوا للشعب، نسمعوا للمواطنين، كاس كي ديز كاس كو ديلا كاس كو ديلا بوبولاسيون، هذا نروحوا ملتم، هذا النظام، هذه العصابه السياسية والمالية اللي تولت اللي استولت على الدولة وعلى الثروات تاع الجزائر، هذه العصابة لازم تمشي، هذا واش راه يقول الشعب. نعم سي جدا. إلا لازم تمشي أولا. لازم نعم. النظام يتغير. نعم. أولا بعد 28 أبريل الرئيس ما يكونش شرعي وما تكونش عنده مصداقية، هذه الأولى. هذه ثانيا كل الناس اللي راهم في الحكم الآن هادو لازم يروحوا وتكون ندوة وطنية، يكون حوار ما بين الجزائريين في الجزائر بلا تدخل أجنبي، باش لتما نشوفوا هاد الفراغ السياسي اللي يكون الفراغ السياسي هذاك، الحوار نجمو نتكلموا على الحوار كيفاش يكون الحوار وكيفاش إلى آخره، هذا الذي نريده. لكن نعم لكن, لكن 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 ما نساوش واش راهو صاري ونقول لكم حاجه، ما تغلطوش الجزائريين والجزائريات ما يروحوش من الطريق ويقعدوا سلميا
وشاف وراو الوعي تاعهم وراو النضج السياسي تاعهم. نعم هادو ما يروحوش في جدال حتى يكون اسقاط النظام نهائيا وتغيير جذري نهائي. سي جدعي هذا هو المشكل. أنا ما ندخلوش في الدستور وهذا لا لا انت استاذ من مبادئ حزبكم عندكم رؤيه كبيره جدا وواضحه في منهجكم تسموها الانتقال الديمقراطي. هذا 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 من ارائكم الان اراء الشعب الكل يتغنى بها والكل يتكلم عن الشعب الكل حاب مثلا انه يتكلم باسم الشعب واحنا درنا اراء الشعب الان حتى نشرك النقاش نسير نروح لسي محمد هدير. محمد هدير الأزمة يبدو أنها سياسية. نعم. بامتياز. ما هي أولويات المرحلة الآن؟ هناك من يطالب برحيل النظام كاملا، هناك من يطالب برحيل أشخاص. الآن ما هي أولويات المرحلة اللي تحافظ على الجزائر أولا؟ إليك الخط. شكرا سيدي على السؤال. يعني احنا أمام سياسيين وأمام رجال قانون، أعتقد بأنه تحكيم العقل وتحكيم الحوار هو يعني الفرصة الحقيقية أمام الشعب الجزائري. الآن الحراك الشعبي هذا احنا معترفين به أنه سلمي وبرهن على أنه أعطى درس للعالم والخارج وبرهن على أنه سلمي إلى الآن ننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هو لازم إيجاد حوار للخروج بنتائج. ما نبقاش نتغنى بهذه الشعارات كما تغنينا بالثورة الجزائرية بأنها كانت أحسن ثورة في العالم وأنها كانت قبلة الثوار وكانت قبلة الثوار ثم زرعت فينا هذه النرجسية وبقينا نتراوح مكاننا. الآن احنا عندنا مؤسسات، هذه المؤسسات لماذا نمر بالمرحلة الانتقالية؟ المرحلة الانتقالية تكلمت مع كثير من الأساتذة المختصين في القانون الدستوري، نمر بمرحلة انتقالية في حالتين فقط. في حالة حرب لما تخرج الدولة الجزائرية خرجت من حرب 62 دارت وثيقة طرابلس ثم انتقلت إلى الدستور 63. نعم. ولا ننتقل من حرب نظام شمولي ولا نظام ديكتاتوري ودرنا ثورة برتقالية أو ثورة بولشوفية تخرج بنتائج، نمر بمرحلة انتقالية. الآن الجزائر والأستاذ أحمد الجداعي كان من الناس المناضلين في هذا الفترة، الجزائر دفعت فاتورة غالية وكسبنا ديمقراطية. هذه الديمقراطية شيئا ما أبين فيها عيوب وفيها إيجابية. نعم. هناك مؤسسة دولة قائمة، مؤسسة دولة قائمة كما قال الأستاذ فادن نعمل على إخراج رئيس الجمهورية، استجاب للمطالب الشعب والمطالب كانت واضحة بدون المتاجرة فيها. المطالب واضحة ولكن هذه لغة الشارع نحترمها ولغة النظام كذلك نحترمها. الآن الرجل الذي ينسحب في المعركة معناته ترك الفراغ، والفراغ هذا مرت به الجزائر في 1988 في 2009 لما استقال رئيس الجمهورية شادي بن جديد وين وصلت الدولة. الآن الرجال القائمين على القانون من حقهم، رجال الدولة الآن من حقهم أنهم يشرفون على مرحلة انتقالية. هذه المرحلة تبقى فيها مؤسسة الدولة والدستور، هذا الدستور هو مرن في كل الأحوال، نستطيع تجميد الدستور، نستطيع غض النظر على بعض المواد. الأهم هو درء المفسدة وجلب المصلحة للوطن، وهذا ما يجب أن يكون، لأنه إذا بقى الحراك في الشارع يعني بدون تعطير وبقت السلطة لا تسمع لهذا الشعب. وهذا هو السؤال، هذا السؤال اللي راح نروح به للسبع فاطمة الزهراء من وهران. سيدة سبع فاطمة الزهراء، هل الشارع اليوم الحق لدرجة أنه لابد أن يأطر نفسه حتى ما كاش لي يتكلم باسمه، أم أن المرحلة ما زالت فتية ويصعب أننا نجد ممثلين حقيقيين للشارع الذي زاد في سقف المطالب؟ شكرا. في الحقيقة قبل ما نتكلموا على الممثلين الحقيقيين لازم نتكلموا على هذا الحراك اللي هو في الحقيقة ماهوش، أنا على ما أظن ماهوش شعبي، هذا يعني موفمون وطني سمو سيتويا، ويمس ماشي غير الشباب، يمس كل فئات المجتمع الجزائري، كبار صغار أطفال شفناهم، وما يتمثلش فقط في المسيرات، يتمثل أيضا في لقاءات مثلا في ميدان العمل، في يعني الناس راها تتلاقى راها تتكلم راها تتحاور راها تقترح اشياء، ماهيش فقط المسيرات. وهذا المسيرات كما كانوا يتفضلوا الاساتذه الكرام وتكلموا على اعطوا درس للعالم، فعلا اعطينا درس للعالم، لان المسيرات هادو كل جمعه يعني من خلال الاسبوع الناس راهي تخدم راهي تتكون راهي تقرا، يعني ما سمحناش في الوطن تاعنا. والمسيرات هذه منظمه
كما شفتوها سلمية كما شفتوها يعني وكاين نوع من التسامح بنات وولاد نساء ورجال هذا الوطن تمشاو وتحاوروا واليد في اليد وعاونوا بعضهم بعض هذه تاني لازم نشوفوها عاونوا بعضهم بعض يعني الإنسان السالم يعاون المعوق يعاون الصغير يعاون الإنسان المسن إلى آخره هذه نظرة جديدة اللي رانا نشوفوها ولازم يعني وتعاون في الربط الاجتماعي يعني تقوي الربط الاجتماعي وفعلا جاوبي يعني كاين نوع من المطالب نقولوا احنا يا اول مطلب اللي تسمعوه وهو النظام لازم يسقط ولكن ما معنى النظام انا نظن على حساب الشيء اللي سمعته وانا مختصة في علم النفس والعلوم الاجتماعية على حساب الشيء اللي سمعته مين يقول لك هذا النظام لازم يسقط بغض النظر على الاشخاص هذا النظام يعني الرشوة يعني المعرفة يعني خصنا نداوو في بلادنا خصنا نقراو مليح في بلادنا خصنا نخرجوا نحوسوا في بلادنا هذا النظام اللي ما يخليش اللي ما يسمحش بهذا الشيء هو اللي لازم يطيح بغض النظر عن الأشخاص حاجة أخرى أيضا لازم الأشخاص اللي راهم يعني يمثلوا الشعب بين قوسين في المؤسسات اللي راهم حاليا كلنا عارفين يعني ما ندرقوش الشمس بالغربان باللي ما يمثلوا غير نفوسهم ولا عائلتهم ولا دشرتهم يعني ما يمثلوش المواطن الجزائري وهذا الشيء هذا النظام اللي لازم يروح وما لازمش يعني ما يقدرش هذا النظام بين البارح واليوم يعني يتغير بسهولة رانا عارفين بلي ما يتغيرش بكل سهولة ولكن لازم يتغير هذا النظام اللي يتمثل في الرشوة في المعرفة في صعوبات الحياة اليومية للمواطن هذا الشيء ولكن سيدة سبع سيدة سبع سيدة سبع إذا كنت في الاستماع هذا الرشوة وهذه الأشياء هذه مجرد شعارات لكن نريد الملموس ماذا نقصد بالنظام هل هو المؤسسات هل هو الأشخاص لما نقول نظام هل رئيس البلدية هو داخل في المنظومة تاع النظام النظام هو شيء كامل ومتكامل لا. يعني حدهنا بالصورة اللي يفهمها المشاهد لا ماهوش لا من تقول لي أنا يا الرشوة وتقول لي الفساد وهذا يعني مجرد كلام لا هذا يوميا المواطن الجزائري راه يعيشه يوميا نروح نخرجوا اي ورقه من اي مؤسسه يعني لازم المعرفه ولازم نعرفوا فلان كيف تتغير هذه هذا سلوك وهذا بعض المؤسسات وبعض الـ يعني المؤسسات مهما كانت اللي داخل هذه المؤسسات كاين اشخاص اللي مارسوا هذه السلوكات يعني الفاسده ومخلينهم بعدم السلطة وبعدم العقوبات مخلينهم يقوموا بهذه الأعمال مشي مجرد كلام نعم. هذا يوميا رانا نعيشوه يوميا نعم. سبع سنعود إليك سبع واحد من أبنائنا سبع الآن أثرتي مسألة مهمة أنا. جدا لابد أن نثريها في النقاش سي جداعي نرجع ليك للنظام مادام نتكلموا عن النظام إسقاط النظام شعارات من تقول يلزم يتنحاو كاع بما فيهم هل نقصد أنتم في رؤيتكم كحزب كأشخاص أم كمؤسسات ما هو النظام اللي تشوفون أنتم يلزم يروح هل هو مختصر في بوتفليقة يلزم يروح شكرا. أم أشخاص معينة حتى نفهموا للناس نعم شكرا الله يبارك فيك شوف أنا جسوي شيروجيان أنا طبيب جراح نعم وقبل ما نداوي شخص اللي عنده مرض نداوي السياسة لازمني نشوف المرض علاش عنده المرض ومنين جاء المرض ومن بعد نقدر نديرو عمليه جراحيه باش نداويه نعم هذا هو يعني ولهذا ما نقدروش نلحقوا العمليه الجراحيه قبل ما نحوسوا على المرض كيفاش يلحق المرض واش المرض تاع بالضبط هذا هو المشكل المطروح نظن باللي الفتره الاولى تاع النقاش هذا هو على المرض ومن بعد نتكلموا واش لازمنا يا اخي تكلمت على الاستقلال ومن بعد درنا دستور يا اخي هكذا درنا دستور ومشينا بالدستور هذاك وتكلمت ايضا انا حبيت المرحله الراهنه لا 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 بالعقل لا لا بالعقل هذا نقاش يا اخي عيطوا لنا على نقاش لا معلش وتكلمت ايضا عن المؤسسات الموجوده الان اولا الدستور نتاع 62 ما ننساوش بدات الامور لتم خاطر في 62
63 دستور ما 63. اسمح لي اسمح لي في 62 بعد الاستقلال صرات انتخابات على مجلس تأسيسي يا أخي، صرات انتخابات على مجلس تأسيسي وانتخبوا الشعب على النواب في المجلس التأسيسي، وراحوا لاسامبلي في 63. ومن بعد واش صرا باش الدستور يندار داخل البرلمان اللي صوت عليها الشعب باش يديروا دستور، ومن بعد كيروحوا للاستفتاء الريفيروندوم باش يقبلوه. وين داروا الدستور؟ داروا في قاعه تاع السينما خارج على البرلمان 62. المرض بدا يتم، والدستور هذاك اللي داروه في قاعه السينما ومشاو به حتى في 65 حبس من بعد الانقلاب العسكري، ما كانش دستور. هذه ما نساوهاش. والدستور تاع 89 غير جاب بوتفليقه، شحال مره بدل الدستور؟ اربع مرات بدل الدستور، اربع مرات. ولهذا احنا نقولوا فيه ايجابيات ولا ما فيهاش؟ وحنا ولهذا احنا نقولوا الدستور فيه ايجابيات وما فيهاش؟ لا، وهذه يعني فيه ايجابيات ولا معليش، الواقع موجود. اربع مرات الدستور تعدل، وتعدل علاش؟ باش بوتفليقه يريح. هذا هو المشكل. باش الامازيغيه مثلا ترسخ. هذيك بدر عليهم، هذيك سي نوتر ايدونتيتي، سي نوتر كولتور، سي نوتر ايدونتيتي. ما نجموش نغطيو السمج بالغربال. حنا امازيغيين وجزائريين. هذا مكسب، هذا مكسب تاريخي يعني. حتى نكون نعم، لا حتى نكون لا نرد على ثانيا على المؤسسات الموجوده الان. يا اخي حنايا مع المواطنين، ومن بعد نعطي الراي تاعي على خروج من الازمه. المواطنين واش يقول لك؟ كل المؤسسات لازم تنحل، البرلمان، لو سينا، بوتفليقه 28 افريل ما تكونش عنده شرعيه الى اخره. المؤسسات الكل تتحل، والمرحله الانتقاليه كيف تتحل يعني؟ اشرح لنا المرحله الانتقاليه اللي تكلم عليها، اللي تكلمت عليها، يعني لازم المؤسسات هذه المؤسسات والرئيس الموجود، هذو هما اللي راح يديروا المرحله الانتقاليه. وقلت ايضا باللي الرئيس رد على الشعب وعطى لهم، يعني الشعب طلب ما يترشحش الى اخره، ورد له رد عليهم الرئيس ورجع المطالب تاع الشعب. ما رجعش المطالب تاع الشعب الى عطى المطالب تاع الشعب. وعلاش خرجوا في 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 الجمعه اللي فاتت؟ خرجوا 17 مليون اكثر من المسيرات الاخرى. خرجوا خاطر المطالب تاعهم ما خدوهاش بعين الاعتبار. والمطلب الاساسي هو رحيل النظام، بما يرحلوا من مؤسسات وحتى الرئيس في 28 افريل، ومن بعد دخلوا في المرحله الانتقاليه. كيف تصور؟ اعطينا الحلول لسين. نقطة فقط. حتى نضيف كلامك سي جداعي، لو نتكلموا على الشعب يطلب حتى برحيل الأحزاب بما فيها، لأنه النظام يشمل الأحزاب. نقطة وندخل فيها. نقطة أيضا، كما تكلمت الأخت من وهران، سو بوفوار يفو كي تومب. بوكوا؟ باسكو سي ان بوفوار كورومبو اي كوربتور. الغش، الرشوة، السرقة، القتيلة، والتهميش وإلى آخره، ومنع من الحريات، هذه الكل، وإفلاس ثروات الجزائر، هذه الكل موجودة. ما لازمناش نغطيو السمج بالغربال يا أخي. ولهذا سو بوفوار كورومبي كوربتور يفو كيل بارت اي كون ميت ان بلاس دو اون فيريتابل ترانزيسيون ديموكراتيك. وهذه ندخل دركا في المرحلة. هذه المسألة فقط، هل هو رحيل أشخاص؟ قال السيد عبد العزيز بوتفليقة رحيله ينهي المسألة، أم ماذا تقصد بالمؤسسات؟ لا، هل نحل كل المؤسسات نخليها مرحلة أخرى؟ رحيل الأشخاص ما تحلش الأزمة اللي رانا فيها. لازم نظام جديد. الأشخاص ما تهمش. ومن هذه المرحلة هل لابد من باساسيون؟ هل لابد من تسليم؟ نعم. كيف تدار هذه المشكلة؟ شوف يا أخي، نعم، هذه مذكرة اللي طرحها سي حسين أيد حمد رحمه الله في جانفي 2004، قبل ما تكون العادة الثانية، قبل. وفي هذه المذكرة خروج الأزمة وجود وتطبق حتى الآن، يعني عندها كل الصلاحيات. اعطينا عمليا بالملموس باش ما نضيعوش الوقت. اولا من قبل كل شيء لازم دي ميزور اورجونت باش
الجو يتلطف باش ترجع الثقه. نعم، كيفاش تكون هذا اللي هذا 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 الميزور هذو يا هي اولا فتح كل مجالات نتاع لوفرتور مجال سياسي، مجال الراي الى اخره الى اخره. لوفرتور دي شام بوليتيك اي دوبينيون بار لوفي توت لي ريستريكسيون اي انتراف ا ليكزيرسيس دي دووا ديكسبرسيون توت دو مانيفيستاسيون دورغانيزاسيون اي دوسوسياسيون. دو لوفرتور دي شام ميدياتيك نحلوا المجال الاعلامي en garantissant l'accès libre et équitable aux médias lourds, notamment la télévision. هذه في المذكرة تاع 2004. نعم، ولكن اعطينا الملموس، هاو المجال الاعلامي المفتوح امامك على المباشر. هذا تحدث مع الشعب واعطيه الحلول. هذا نتكلموا على الملموس. Il faut des mesures urgentes. الرئيس الرئيس موجود الان حتى 8 افريل. هاد لي ميزور هادو يقدر يتخذها الان. ان لوفيرتور دي شام بوليتيك اي ميدياتيك. لوفيرتور دي شام ميدياتيك. L'arrêt immédiat du harcèlement judiciaire et des menaces contre les partis politiques, les syndicalistes, les militants des droits de l'homme et les journalistes. Et à ce titre, je tiens. وهذا هو المشكل. نعم. شفنا باللي شفنا نعم نعطيك لا سي جد دائرك تكلم لي باشياء مكتوبه وكذا نقدروا نطلعوا عليها من بعد وممكن راهم من خلال السيت انترنت تاع الحزب نطلعوا عليها. لا 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 ولكن الان اسمح لي الان احنا في مرحله وناخذوا لابد الشعب يعرف المقترحات الملموسه لانه رانا في ازمه. هذه مقترحات هل ولكن المقترحات ما عطيتش عمليا لانه هاو فتح الاعلام. استنى هذا يعني لازم جو يلطف الامور. كيف تتلطف؟ كيف تكون كيف تحل؟ لانه المجال السياسي اشكاليه الثقه. كيف تحل مشكله الثقه؟ الثقه اولا يعني اولا لازم ناكدوا باللي رايحين الاشخاص هذو رايحين. نعم. ويكون لا من هو البديل؟ من البديل؟ من البديل؟ بالعقل اسمح لي. نعم. تحب دي مزور يرجونت، هذه كانت مراحل، كان مراحل باش نلحقوا لا بروبوزيسيون لا بروبوزيسيون اكزاكت، والمراحل، المرحلة الأولى هي تلطيف الجو باش الناس تاخذ الثقة. الثقة لازم ترجع الثقة في القلوب. نعم، هذا الثقة، هذا الثقة، سنعود إليك والنقاش متواصل. النقاش متواصل. لا مازال لي أن ديرني بوان في هذه لي مزور. نعم. في هذه لي مزور. دونك l'élaboration et la mise en œuvre, l'arrêt immédiat des harcèlements contre, contre les partis, contre les syndicalistes, etc. Ou là, nous sommes solidaires. Nous sommes les shorty, fi Bjaïa, ou fi Stef, nta Bjaïa ou Twaqf. Ou Kain Aydan. هذه لا لا احنا نسوم سوليدير ونطلبوا باطلاق سراحهم ويحبسوا كاع التهديدات عليهم. الشرطي هذاك في باش ما نخرجوش على الموضوع. هذه حالات معزوله ما نخرجش على ماشي معزوله يا اخي. هذه هي تبدا هكذا تبدا هكذا. معليش احنا يا لي جوج لي جوج كي اون ايتي سانكسيوني او مازال عندنا الوقت. سي جداعي او ما خليناش سي جداعي L'arrêt immédiat, le dernier point, les mesures de détente. Les non. mesures de détente. Et il y a l'arrêt immédiat du brattage des richesses nationales. On va entrer dans le débat, on va entrer dans le débat. C'est ça le bénéfice. Nous voulons que l'amour qui aime le mouchahad, parce qu'on va nous suivre, nous devons sortir d'une chose. Maintenant, si Faden, وانت في البدايه اعطيتنا احتمالات ليس هو رايك بقدر ما هو الاحتمالات اللي ممكن نفوت عليها في مسار قانوني لانه مهما يكون الان في دوله قانون. اعطيك احتمالات ولكن المرحله والازمه السياسيه الان فيه مشكل ثقه. كيف يبنى من خلال الضمانات القانونيه او حتى الضمانات السياسيه اللي ممكن راح نتابعوها مع سي هادير؟ اسمح لي سي جيلي لازم نكونوا في مستوى المسؤوليه الملقاة على عاتقنا في هذا الظرف. لازم نكونوا في مستوى المسؤولية اللي ينتظرنا فيها المشاهد الكريم. لأن ثقافة الغالب والمغلوب، ثقافة الرأي النظر في الروتروفيزور، ثقافة أن الكل ماهوش مليح، هذه ما تخليناش نمشوا للأمام أبدا. في هذا الوقت الجزائر هي مبتغانا الأول. بقاء الجزائر، بوتفليقة يروح، جدة يروح، فدن يروح، تبقى الجزائر. لازم نعملوا باش نحافظوا عليها. حتى واحد ما ينكر بانه الشعب الجزائري خرج بالكلمه واحده، ولا نقول ماهوش حراك سياسي، لان ماشي حراك شعبي،
أن نسمي الأسماء بمسمياتها. ثورة شعبية سلمية، ثورة، لأن ثورة راح تبني جمهورية ثانية، ثورة لأن الطالب سياسات جديدة، ثورة لأن رسمت برنامج لآفاق أخرى للمواطن الجديد. إذن من زيدوش على الحراك على هذه الثورة، الثورة أنت تقصد من يتبنى ويركب الموجة، لأن يدرك بالموجة بالضبط، لأن هذو الناس خاصة هذه الثورة من ضمن الدلالات اللي خرجت بها فشل الأحزاب السياسية، فشل المؤسسات، فشل الطبقة السياسية. لأن لو كانت الأحزاب السياسية في المستوى هي اللي تأطر هذا الأفكار، لأن الشارع الآن لما يتحرك احنا العكس، شفنا الشارع هو الذي يجند الأحزاب. لا، رفضهم لا يجند الأحزاب، الأحزاب أصبحت تركب الموجة. لأن الآن في الشارع واش كاين؟ ما كانش أطروحة واحدة، كاين عدة أطروحات في الداخل، لكن الشعب هو اللي يقودها. الأحزاب مرفوضة، والمرحلة هذه اللي راح تمشي في الأمام من ضمن المطالب المطلوب فيها أنه كل الأحزاب السياسية تحل، كل الأحزاب بدون استثناء، بدون مسميات، لأنها هي من ضمن الأسباب اللي خلت التراكمات اللي خلت انتشت كالشباب في أحزاب. كل الأحزاب كاين الناس غير الهرمين غير من 50-60 سنة الفوق، كل محاكم الأحزاب السياسية. لو كان الشباب هذا اللي يعبر لهم شباب من المستوى متحكم في الجمعيات متحكم في الأحزاب السياسية، الجزائر عمرها ولا تلحق الوضع اللي رأي فيه. الآن حتى إنسان ما يركب الحراك الشعبي هذا والثورة الشعبية، وعيب أنهم يحاولوا أن يستغلوهم، لأن بالأمس هذه الأحزاب السياسية ما قدرش تجمع ولو 200,000، نقولها كل الأحزاب لأن تعطي إحصائيات ما عندهاش 200,000 واحد. إذن هذا شيء مفروغ منه، نحترم الشعب الجزائري، نحترم كلام الشعب الجزائري. الآن كيفاش نوصل باش نحقوا النتيجة اللي يحوس عليها؟ وهذا بالتفاصيل. هناك من يدعو سواء في الفضاء الأزرق أو من طبقة سياسية إلى المرحلة إلى الفراغ المؤسساتي. نبه الشعب الجزائري، فراغ المؤسسات ما جاب إلى دمار البلاد. في 65 لما توقف العمل بالدستور 11 سنة باش رجعت المؤسسات الدستورية لمحلها، من 65 حتى 76 باش داروا الدستور 11 سنة. المرحلة الانتقالية تاع التسعينات من 92 حتى 96 ربع سنوات. شوفوا الناس يحكوا واش كان في 65 76 واش كان في التسعينات. حريات ما كاش، الشعب مقهور، القدرة الشرائية هابطة، المجتمع كان ما عندوش قيمة. هذه هي المرحلة الانتقالية واش تجيب، ما تجيبش شيء آخر. لأن الآن لما يدفعوا ويرفعوا سقف المطالب، لا نمشي معاهم ونقول لهم شيء الفرضيات. يرفع سقف المطالب قبل 28 أفريل، يحوسوا رئيس الجمهورية يستقيل أو رئيس الجمهورية يستقيل. شيء التداعيات، راهم ناس من المفروض أساتذة راهم أطرين في الشارع. ولكن كاين تخوف. اسمح لي الآن جلالي. يقول لك بأن السلطة تربح في الوقت. جلالي كيف نرد استفادة؟ يقول لك راهي مثلا التمديد هو ربح للوقت. نعطوا الفرضيات. الفرضية استقالة الرئيس قبل 28 أفريل. هنا واش كاين؟ الدستور مازال موجود، مؤسسات مازال موجودة. أول شيء يجتمع المجلس الدستوري يدير حالة الشغور، يقول رئيس الجمهورية راح بالاستقالة حالة الشغور. شكون اللي يرأس الدولة؟ رئيس مجلس الأمة. وقتاش نداو الانتخابات؟ 90 يوم. 90 يوم هل الشارع يقدر يتأثر وللأحزاب هذه اللي راهي الآن ركبت الموجة تقدر تفوز بالانتخابات؟ لو رئيس الجمهورية يستقيل وتندار الانتخابات، واش دار الشعب؟ ما عنده حتى قيمة، لأن الأمر يبقى كما حاله، لأن في المنتخبين المحليين والقواعد كلها الأفلان والأرندي وحماس وجماعة يبقى الأمر. إذن الاستقالة ما هيش في صالح الشعب، بقاء الرئيس ربما ما هوش. الحالات الأخرى حالات كثيرة كلها كاين حل اللي نشوف فيها المعقول، هو أن هذه الندوة اللي راح تأسس لمرحلة جديدة لازم يكونوا عندها ضمانات. هذه هي ما هي باختصار المنطلق، ما ندخلوش في التفاصيل الشجالية عن لا. المنطلق هو أن هذه الهيئة اللي تقود الندوة الوطنية لازم تتركب في أقرب وقت، ولازم يكونوا كل التيارات مشكلين فيها. والسلطة داخل هذه الندوة ولا خارجها؟ لا، السلطة خارج هذه الندوة، لأنه هاو المشكلة. لا، السلطة ما تكونش داخل هذه الندوة، يكونوا شخصيات مستقلة لكنها نازهة وتحب الوطن، وهي تشكل لما هذه الهيئة الرئاسية. خلينا غير هذه الفكرة أخرى. هذه الهيئة الرئاسية تنصب، نعطوا لها الأمور في يدها، هي تقرر حيادية، تقرر كيفاش تسير المرحلة هذه تاع الندوة، هل مع الرئيس منتهي ولايته أم بدونه.
هل هي تأخذ الأمور في يدها أم شيء آخر؟ حتى نصير النقاش سي هدير. الآن نلاحظ الشارع مطالبه، قلنا سقف المطالب في رواق، المعارضة تتماشى في رواق آخر، السلطة بمقترحاتها في رواق. كيف نقرب هذه المسافات وكأن المشكلة فيه أزمة تواصل بين هذه الأطراف الثلاث؟ بامتياز، أزمة تواصل بامتياز. من المفروض الأسبوع الأول نحتوي الأزمة، لأن الأزمة عندها مراحل، عندها مؤشرات بدايتها، عندها مرحلة التطور، عندها مرحلة التعفن والفساد. من المفروض من الأسبوع الأول تؤسس خلية أزمة للحوار مع مطالب الشعب. لكن خليني نرجع برك للدكتور جدعي باش نقوله بلي خلينا نتحاور بأصوات منخفضة، يعني أحسن. الكلام اللي كان يقوله الدكتور جدعي مذكورة في 2004، وحنا في 2016 شفنا الدستور الجديد في 2016 احتوى على كل المطالب اللي تكلمتها. المطالب اللي تكلمتها راك لحقت ليها، قلت بلي رفع التجريم. مرحبا بك. رفع التجريم الصحفي، الصوت اللي يفيد المشاهد، اللي يفيد المشاهد. الآن احنا ماناش في حالة استعراض عضلات بقدر ما نريد تقديم على الأقل كمثقفين حلول. المؤشر اللي جابه الشارع مؤشر جد إيجابي، ألغى كل المؤسسات السياسية وعلى رأسها الأحزاب. الآن لو نفرض أن الرئيس يستقل، مجرد ورقة يعلن الرئيس عن استقالته في هذه الفترة، الحراك الآن غير مؤطر، هناك فارغ. من السلطة ما أن تتحاور؟ تتحاور مع الأحزاب الشكلية التي برهنت على أنها هي طرف من الأزمة اللي وصلنا إليه الآن، كما قال الأستاذ محمد فادن، وأنا كنت درست هذا التخصص لسوار دي بارتي بوليتيك الجيري. تشوف الأحزاب يعني عملت كل مما في وسعها من أجل عزل الشخصيات المهمة والإطارات والأطر. للعلم الأستاذ أحمد جدائي يوافقني في هذا، دور الحزب هو مشتل من أجل طرح إطارات للدولة. الأحزاب اللي عملت في الجزائر سواء من الاستقلال إلى مرحلة انفتاح الديمقراطية في الجزائر عملت على تهميش كل الإطارات. أنت تقصد من الأحزاب هذه؟ الأحزاب الموجودة بلا عندنا 71 حزب معتمدة في وزارة الداخلية، و 78 ألف جمعية معتمدة في وزارة الداخلية. تخيل لو كان هذا الحجم من الأحزاب وهذه الجمعيات المدنية راهي تنشط بطريقه ديمقراطيه. وراينا كثير من الاحزاب لا تمارس الديمقراطيه حتى داخلها، الاحزاب اللي تاسست في التسعين الى يومنا هذا لم تتداول على السلطه. اذا الحراك الشعبي جاء يعطي رسائل جد ايجابيه، ولكن اغلبيه الليدرز يعني القاده اللي راهم تقود الحراك هي من فيرتيال يعني افتراضيه من الفيسبوك، متواجده في كندا في فرنسا يعني في كل عواصم. تعالوا الى ننزل الى ارض الواقع، الى ارض ساحه الشهداء او الى برومي ماي، ونخرج من يمثل هذا الحراك. وهذا الحراك لابد ان يؤطر ويطرح يعني حتى لا نبقى في البوبوليزم، يعني هذا ما نبقاش في كلام الشارع، الشارع هو اللي يحكم. نحن نثمن ما قام به الشارع، ولكن الفراغ الدستوري، الغاء المؤسسة الدستورية، ندخل في فراغ. والفراغ هذا الفراغ نمر في كل الأحوال سنمر بمرحلة فراغ على الأقل تقدر تتجاوز 7 سنوات. أنا أطرح سؤال من خلال مغزى كلامك على الأستاذ أصبع فقط ونعود إليه. نرد عليه رد عليه بالاختصار لأن نروح للأستاذ أصبع. قلت تتكلم لي على الأحزاب، لك أي حزب تتكلم؟ لا تتكلم لي على الأمبيا، لا بلا ما تتكلم. لا تتكلم لي على الحاشية. لا أنا كل الأحزاب أستاذ، لا تتكلم لي على الحاشية الأحزاب اللي راهي في الحكم. كل الأحزاب لا تتكلم لي على الحاشية بما فيها المعارضة. باش تتكلم لي على الأحزاب اللي راهي في الحاشية نتاع الحكم، هذيك هذه نشطرك فيها. ولا تتكلم لي على الأحزاب اللي خلقها الحكم نشطرك عليها، لكن ما تكلمش ما أعطيكش الحق تكلم على جبهة القوى الاشتراكية، لأن جبهة القوى الاشتراكية موجودة منذ 63، والآخر نتاعها يعني الهدف نتاعها هي تكون ديمقراطية حقيقية في الجزائر. نعم. إذن ما تقدرش لا ما تقدرش تقارن سؤال ما تقدرش تقارن اسمح لي ما تقدرش تقارن ما تقدرش تقارن كل الأحزاب كيف ولكن في الميدان وأيضا غير تقول لي على فشلة الأحزاب. قد تقول لي فشلت الأحزاب، هذه نرفضها من جهتي، أنا من جهتي كحزب نرفضها. لماذا الأحزاب ما تقواش؟
لماذا لم تقوى؟ لماذا ما تقواتش؟ خطر كان كلش مغلوق. احنا خرجنا الشارع شحال من مره وشحال من مره ضربونا في السنوات هذه ما هذا ثمن الديمقراطيه وهذه لا سي بور سا نقول لك ما حتى ما نخرجوش كل الاحزاب حتى ما نخرجوا سي شداعي حتى ما نخرجوش على الحوار الهادف اللي يفيد المجتمع. نروح للاستاذه سبع فاطمه الزهراء من وهران. استاذه الان هناك عالم اخر, عالم افتراضي يديره شباب مثقف واعي, ولكن ما هي اسقاطاته على الواقع؟ كيف وما هي القنوات الحقيقية اللي ممكن يستفيد بها هذا الشباب باش يغير فعليا ما يريد؟ صح يعني من ضمن لي ميزور اورجونت كيلفو بروندغ باش ترجع الثقه ما بين المواطن والمؤسسات الوطنيه, لازم اولا سي ميزور دوفيت بريز دو توت اورجونس. اولها انا نظن ان نخلو الشباب ينظم نفسه وخاصة فئات الشباب. لماذا؟ لأن وراونا من خلال هذه المسيرات باللي هما قادين على شغالهم, يعني هما سيروا نظموا هذه المسيرات, نقاو من بعد المسيرات إلى آخره. On les laisse s'organiser et on les laisse constituer, يعني يكونوا une force de proposition. Ils sont capables. هذه من جهة. أستاذ أسبع فقط. C'est très important. من جهة أخرى. أستاذ أسبع إذا كنت في الاستماع, الآن المرحلة الاستعجالية تحتاج إلى إطارات, إلى من يقود هذا الحراك, إلى من لا يتبنى, لأنه فيه من يتبنى هذا الحراك, هذه المسيرة السلمية. ما هي الطريقة الأنجع كي الشباب ينظم نفسه؟ لأن نريد حلول واقعية وفي الميدان. احنا دائما كما قال لك, يعني يقول لك في علم النفس التحليلي دائما نحوسوا على الأب, ما نحوسوش على اللي يمثلوا. خلوا الشباب ولا فئات المجتمع ينظموا نفوسهم ويبانوا اللي يمثلوا هاد الفئات تاع المجتمع, الشباب او بعض المهن الى اخره. يعني ليسي لي جون سورغانيزي اي لي بورت بارول اباريترون. هذه من جهه. اي جو كوا ك لي ميزور اورجونت دوف ايت بريز, نقولوا اورجونت باسكو دوف ايت بريز تو سويت, وباش نرجعوا الثقه اللي كنتوا تتكلموا عليها. يعني وتكلمتوا على الاحزاب, رانا عارفين باللي كثير من الاحزاب واكبر حزب لازم فقد البعد الرمزي تاعو, فقدوه البعد الرمزي. وهذا هاد التصور لهاد الاحزاب اللي خلت الناس ما تديرش الثقه فيهم. انا نظن باللي لو كان نخلو يعني ونساعدوا وننكادر, كاين ناس اللي يعني خبراء, كاين جامعيين, كاين ناس اللي في الاحزاب يعني اللي قدروا يعني يزنكادر سي جون بور جوستومون يعني يخلوهم هما ينظموا يقترحوا اشياء. لان احنا دروك حاليا المسيرات ما يكفوش دوك يجي حد لهاد المسيرات وهاد الحراك, لازم دروك نقترحوا اشياء. ومنها كاين اشياء اللي نقدروا نقترحوها. مثلا كاين من نشكلوا حكومه مثلا على وزاره المراه ووزاره التضامن ووزاره هذه, يعني كاين وزارات اللي ربما نجموا نقلعوها, نديروا مجلس اعلى مثلا. يعني هذه اللي غادي ترد الثقه باش ما نقعدوش في نفس لو ميم شيما دائما. يعني مين نقعدوا في لو ميم شيما, الشبان الشبيبه والمواطن كله يقول لك ايا عاودوا نفس الشيء. يعني في تشكيله الحكومه لازم نغيروا بعض الاشياء. هذه من جهه. من جهه اخرى حريه كل واحد, يعني كل فئه تنظم نفسها كما راهي باغيه تنظم نفسها, ومشي كما يعني بعض القوانين لازم تتغير الى اخره. ما ندخلوش في لا لوا سور لي زورغانيزاسيون بوليتيك ولا لي اسوسياسيون الى اكسيتيرا, لازم تتغير. يعني كل هذه الامور توت سويت يفو دي ميزور بور كو لي جون سو ريسونتون كونفيونس, ويحبسوا المسيرات ويبداوا في مرحلة أخرى اللي هي اقتراحات. يعني نقولوا الحاجة اللي راهي تضرنا, يعني نسمعوا. راهم المعوقين, ناخذوا غير هذا المثال, المعوقين راهم يلغوا 4000 دينار. عباد الله, بروميير ميزور اورجونت جوغمونت
بروميير ميزور اورجونت نبدا في يعني في المؤسسات ندير دخول المعوق الى اخره. يفو دي ميزور دو سو تيب تو سويت. صح هذه غادي تقولوا لي حاجه ثنائيه و سي با مي سي كوم سا كون بو ركوير لا كونفيونس اي رافوار لا كونفيونس دو سيتويان. سي با اون رونتران دون دي كونسيديراسيون تكنيك. رحنا عارفين كل مواطن عارف باللي من بعد 28 افريل ما سا فا ايتر ان بروبليم مي مندرو كون بو بريباري سا مندرو مي à la condition à la شرط برك شرط ان نسمعوا بعضنا بعض نسمعوا بعضنا بعض وما نقعدوش في الغالب والمغلوب ما كانش غالب ولا مغلوب خاصنا نكونوا كاع غالبين. كلمة مليحة قلتيها فاطمة الزهراء. هذا هو فاطمة الزهراء ومن كنا غالبين لازم نتصنتوا لبعضنا بعض. نعم هذه هذا نتصنتوا لبعضنا بعض. كيف نتصنتوا لبعضنا البعض سي جداعي انتم كرؤية سياسية كيف يتم هذا الحوار؟ شوف الأخت راحت في الطريق اللي تكلمت عليه. نعم يعني لازم إجراءات تاع تلطيف الجو باش ترجع الثقة زرع الثقة. نعم باش ترجع الثقة وهذه الإجراءات لازم تتاخذ الآن مش غدوة الآن. وما بين الإجراءات هذه هي كل المؤسسات الموجودة الآن لازم تتحل. كيف تتحل يعني كيف تتحل يعني الرئيس حتى 28 موجود. نعم يقرر كما قرر ما يكونش انتخابات يقدر يقرر باللي المؤسسات تتحل البرلمان السينا هادو كل يتحلوا ما يديرولناش حكومة هكذا. حكومة رام يديروا في مشاورات باش يديروا حكومة. هل تشوف يعني مرحلة يديروا حكومة فوق الشعب؟ هل تشوف مرحلة انتقالية ولا حوار أولا؟ كيف؟ ما خليتنيش نتكلم. نعم إذا كان المرحلة الأولى هي تلطيف الجو بإجراءات يعني باش ترجع الثقة للثقة تكلمت عليها من قبل. وما بينها l'élaboration et la mise en œuvre immédiatement, sans délai, d'urgence en faveur des démunis et des victimes de toutes les tragédies qu'a subi le pays. Il ne faut pas oublier, il y a les militaires, il y a des blessés, il y a eu les événements de 2001. Hadi, إجراءات ترجع نعم الثقة. معك فيها ثقة. ترجع الثقة. نروح للحوار أم فيه مرحلة ثانية؟ ومن بعدك نحلوا حوار. نعم. حوار. هل السلطة جزء منه أم لا تغير؟ حوار. فصان 28 أفريل السلطة ما عندها حتى شرعية. نعم. حوار ما بين كاين كما قالت الأخت dans une dynamique politique. Dans une dynamique politique, il y a toujours des interlocuteurs qui sortent de l'ombre. Ça ne veut pas dire que ce sont des partis politiques où il y a des... Il y aura peut-être, il y aura probablement aussi des responsables politiques. Il y aura des intellectuels, des représentants des jeunes, des représentants des femmes, etc. Le hiwar, on a dit mahwar, on a dit qu'il y a mahwar, le hiwar, qu'est-ce que tu dis ? Nadwa wataniya ? الحوار مفتوح للجميع شامل نلحقوا الندوة. نعم. فيها حوار نتفاهموا. انا لازم عقد وطني ان كونترا بوليتيك ناسيونال. نعم كونترا بوليتيك ناسيونال اي ان انغاجمون يعني ان انغاجمون بوبليك دو تو سو كي سون دون لو في الحوار هذا. نعم اولا سور لو ريسبي دي ليبرتي فوندامونتال انديفيديوال اي كوليكتيف كل الحريات الجماعيه والشخصيه. Deuxièmement, le respect des droits de l'homme. Parce qu'il y a un intihak, il y a un intihak, il y a le respect et la promotion des droits de l'homme. Également, le respect du pluralisme politique. Mais tu couches l'ahzab, les mtrouh. هذه ما كانش مش لا هذه مطلب سي جداعي سي جداعي المطلب هذا راح حتى من الشارع الشارع ماشي قلت لي ندير اقتراحات. نعم قلت لي ندير اقتراحات يا اخي هكذا هاني ندير في اقتراحات. ها تفضل. دونك لو ريسم دي بلوراليزم كولتوريل بوليتيك اي لينغويستيك. لينغويستيك الحمد لله راهم الان الامازيغيه هذا النقاط هذه النقاط ماشي حاب نتكلموا على النقاط هذه بالتفصيل هذه يجي وقتها. احنا قلت لي ندوه وطنيه ندوه حوار ما بعد ندوه واش كاين تفاهموا على مبادئ. نعم. مبادئ الكل لازم ان انغاجمون توتال بور. نعم هذا العقد الاجتماعي. ومن بعد تكون اون كونفنسيون ناسيونال. كيف تكون اون كونفنسيون ناسيونال كيما ندوه؟ نعم كونفنسيون ناسيونال دو سورفيونس دو لا ترانزيسيون
باسكو ندخلوا في المرحله الانتقاليه. نعم. لمراقبه المرحله الانتقاليه. ندوه وطنيه لمراقبه المرحله الانتقاليه. وتشوفوها تدوم ولا ما تدومش هذه المرحله الانتقاليه؟ اسمح لي دوك نعطيك كل نعطيهم لك الكل بعقلك. راني مفرس نبحث عن الحلول. لا يعني هذه الحلول. لانه الوقت يا استاذ. يعني هذه لا كونفونس الدول الوطنيه هي اللي تكون عندها الصلاحيات. سي لانستونس سوفران. سي بوندون لا بيريود ترانزيت. هي لانستونس سوفران. سوفران. نعم. كل صلاحيات. لا كومبوزيسيون تاعها اي ديفيني بار لو ديالوغ. شكون يكون حاضر فيها؟ سي الحوار اللي يخرج الناس اللي يكونوا حاضرين في هذا. هي اللي شارجي لابليكاسيون دي ميزور كي سون بريز دي ميزور اورجون دو ديتانت داغري لي بيرسوناليتي. يعني هي اللي تعطي الموندا لي بيرسوناليتي اللي يديروا اللي يشكلوا حكومه. هذه هي سي لانستونس سوفغان. ولكن سي جدع هذه مقترحات السلطه. هذه هي مقترحات السلطه. لا لا ماشي مقترحات السلطه. اسمح لي. هذه هي الندوه الجامعه. اسمح لي لكن اسمح لي تاع السلطه تاع السلطه فقط كل ضمانات مقترحات تاع السلطه هي اللعاب حميده والرشام حميده. لا هي خارج اللعبه. خارج اللعبه. لازم هو لازم هذا اللي في النظام هما يديروا المرحله الانتقاليه كما داروا هنا في 94 ما يزيدوش يلعبوا هنا. لا وكيف لا. كيف انه من يكون في الندوه؟ سي لا كونفيرونس ناسيونال كي ا توت لي بريروغاتيف هي اللي دير كل الشيما ديريكتور هي. C'est la conférence nationale de surveillance de la transition. Non. Elle agrée les personnalités qui doivent siéger au gouvernement. Elle élabore, c'est ma mlech, l'ensemble du dispositif électoral. Je vous les listes électorales, le découpage, la loi électorale et les modalités de surveillance, le muraqaba, le wataniya, le dawaliya. Tout le processus électoral. Nous devons faire. وهذه نقطة مهمة جدا. لي ليست الكترال. لي ليست الكترال. هذه الأولى هذه لازم تتلغى. خاطر على بالنا الكل باللي لي ليست الكترال كانت ملايين زايدين. سي جداعي باش ما نروحوش في التفاصيل لأنه الوقت أنا نروح للأهم. نروح للمحطات الكبرى اللي تشوفوها حلول. هي الفيكس لو كالوندري الكترال. لينا احنا في نظرتنا هي اللي تروح للانتخابات. نعم. اولا مجلس تاسيسي اولا كيف يكون مجلس الانتخاب عن طريق الانتخاب على طريق الانتخاب دوك نفهم باسكو المجلس التاسيسي رجع غول رجع الناس يقول لك شنو هذا لا كونستيتيونت الوغ كو سهله هي حاجه نعم سهلة. باختصار استاذ لان الوقت باختصار الوغ لا كونستيتيونت انسويت لي بريزيدونسيال ومن بعد الو لا كونستيتيون كيفاش نلحقوا ليها؟ هذا لازم نفهموا الشعب العادي باختصار. نعم. لا كونستيتيون كيسكو سي؟ هي كيكون انتخاب تاع نواب عندهم مصلحه عندهم صلاحيه واحده برك. واحده. هي دير دستور. دستور فقط. عندها صلاحيه واحده. هذه هي المجلس تاع التاسيسي. دير دستور. ومن بعد الدستور هذاك نلحقوا الاستفتاء وطني. الاستفتاء نعم باش المواطنين يقبلوها ولا ما يقبلوهاش. الى قبلوها ومن بعدك ندخلوا كيفاش في الدستور هذا تكون لورغانيزاسيون دو سيستيم دو بوفوار لورغانيزاسيون دو ليتا لورغانيزاسيون دي ديفيرونت انستيتيوشن الى اخره. في الدستور هذا تكون موجوده لا نوف هذه هي الدوزيام ريبوبليك. ومن بعد نلحقوا بار لا سويت نلحقوا الانتخابات حرة ونزيهة نتاع الرئاسيات نتاع التشريعيات نتاع المحليات الى اخره. دونك لا كونستيتيونت هذا هو لو سوكل سي لو سوكل سور لوكال توت لي انستيتيوشن اي تو ليتا الجيريان دو توت لا ستركتور دو ليتا اي لورغانيزاسيون دو ليتا دو افوار لو سوباسمون كي اي سيت كونستيتيوشن فيت بار لي ريبريزونتون دو بوبل pas seul pour que plus personne ne touche mais ماشي اللي يجي يدير الكوستيم كيما يحب. نعم هذا يبقى رأي هذا يبقى رأي يبقى رأي. هسه اعود لك كلمه ختاميه سي فادا باختصار المفيد الان نبحث عن ضمانات كما يقول سي جداعي الان السلطه لابد لا تكون في جزء من الحل. نعم إلي. شوف التفاصيل هذه ما تشجعش على الانطلاقه في للخروج بنتيجه اللي ينتظرها من الشعب الجزائري.
مرحلة مش مراحل التفصيلات، لأن لو نمشي في التفصيلات ما ننطلقش تماما، ولو نبدأ نقترح أفكار نفرضها على الشارع، الشارع ما خلش بهذه الأفكار، رانا قاعدين نقولوا الشارع ما لا يقولوا. هل هذه الأفكار اللي نسمعها هنا هي مطالبة الشارع؟ مش مطالبة الشارع. وبالتالي المرحلة هنا كيف نوضع الحوار على السكة، وهذا لا يكون إلا نبدأ في المرحلة الأولى بتعيين من الذين أو تخرج مجموعة التي تقود الحوار. هذه المجموعة هي توضع الأرضية تاعها، حتى واحد ما يوضع على الأرضية، ما تجيبش من ليزارشيف، توضع هي الأرضية، توضع هي الأجندة، هي تقول دير الدستور وتعطيه لواحد آخر، هي تقول وقتاش يكونوا انتخابات رئاسية، ما نسبقوش الأحداث، ما ندوش صلاحيات لجهات معينة. لو نبقى بهذا الفكر يجونا 70 حزب كل واحد بالوراقة تاعه، والشعب هذا اللي يدير ثورة يبقى هو مهمش. إذن الشعب خرج من أجل التغيير الشامل، تغيير في المؤسسات، تغيير في السياسات، تغيير في الأحزاب، تغيير في الدستور، نعم. وتغيير في كل شيء. يعني ثورة بمعنى الكلمة، نخلو الشعب، لأن هذه كل ما نقولها وليها نخدمها، الثورة هذه اللي دار الشعب قادرة تسرق منه في أي لحظة، لأن كاين ظهرت الآن واحد الانتهازية، كلهم الآن ركبوا مع الشعب، أننا مع الشعب ومع الشعب، ولكن من تحت يفوتوا لهم في البرامج تاعهم اللي يجبدوا فيها من ليزارشيف. وباسم الشعب يحذر الشعب من هذا الأمر، لأن الثورة كما يقول لك يصنعها الفقهاء والزعماء والحكماء، ينفذها الأبطال، لكن اللي يستفادوا منها دائما الجبناء يستفادوا منها من الثورة. نعم. حذاري حذاري ثم حذاري. نعم فاطمة سبع، في كلمة أخيرة، كيف نحصن هذه المطالب التي رفعها المجتمع ونخليها أن تروح للرواق الصحيح بالمختصر المفيد، لأن وقت البرنامج انتهى. نعم يعني في الحقيقة المواطن قام بالدور تاعه، خرج للشارع وقال بصوت عالي واضح، أنا الشيء اللي راني نعيشه كل يوم ما قديتش ما نجمتش. ومن خلال هذا الإصغاء، يعني من خلال هذه المطالب، لازم تتشكل في سياسات عمومية لصالح المواطن باش يعيش في الوطن تاعو يعني سعيد ومسؤول، وما يكونش دائما يعني يخلي ابناء هذا الوطن يعني يغامروا بعمارهم إلى آخره. الإصغاء يعني جاء المواطن بكلمات واضحة جدا، الشيء اللي راني عايشه اللي كنت عايشه ما لازمش يكون، هذه هي يعني بدون ما نروحوا للتقنيات ونروحوا الشيء لازم يحبس باش نروحوا لا دوزيام ريبوبليك، هذا الشيء لازم يحبس، والمشوار ان شاء الله لا دوزيام ريبوبليك يجي في وقته. شكرا. تشكرين الاستاذه السبعة فاطمه الزهراء، كنت معنا من وهران، ونشكر الزملاء في وهران المحطه المركزيه بوهران. في 30 ثانيه كلمه اخيره. نعم كلمه اخيره. لا نعم باش نختموا. انا نظن يعني وقيل ما نش نسمعوا واش راه يقول الشارع. سمعناه في بدايه الحصه الشارع. انا اسمح لي اني نتكلم، ما نتكلمش معاك، نتكلم مع الاخ. وقيل ما نسمعوا واش راه يقول الشارع راه يقول لازم يرحلوا جميعا بما فيهم الاحزاب، بما فيهم الاحزاب. ما قالوش الاحزاب، ما قالوش الاحزاب، لا ما تغلطوش، ما تغلطوش الناس. كاين احزاب اللي معروفه يعني طردوهم، كاين احزاب الاخرى راه مقابلينهم. قال لك ما نريح حتى واحد يمثلنا، هذا سمعنا. ولهذا ما راكمش تسمعوا للشعب، الشعب راه يقول لازم ترحلوا يا اخ. هذا هو طالب الشعب. ما تقوليش دخلوا مرحله انتقاليه وهذوك اللي راهم اللي داروا المشكل اللي رانا فيه هما اللي راح يديروا مرحله انتقاليه. في تحت غطاء الفراغ السياسي. وفي تحت غطاء لا ستابيليتي دو بيي. لو بروميي فاكتور دانستابيليتي دو بيي ماشي الشعب، الشعب وراه الاخر نتاعو. البروميي فاكتور لو فاكتور اسونسييل دانستابيليتي دو بيي سي سو بوفوار اي سا بوليتيك. اي جو رميرسي. سي هادير، كي لا تسرق هذه الصحوه من الشباب، ما هي البدائل وما هي الضمانات؟ يعني بمختصر المفيد. إذا مرينا بالتشكيك ولينا نشكوا في أي إنسان يطرح مبادرة يقولوا له أنت مشكوك فيك ويخونوك وأنت تابع لفرنسا ولا أخرى لأمريكا ولا هذا مش رح ندي ماريو. اثنين، الحراك الشعبي لابد أن يتنظم، ما راناش في جمهورية أثينا، جمهورية أفلاطون كل 42 مليون يكونوا ممثلين في البرلمان، لابد أن يخرجوا من يمثلهم، إذا لم يجدوا يأسسوا حزب بطريقة قانونية حتى الدول تتعامل معك يعترفوا بك كي تكون منظم.
يعني ما تكونش انسانه كتتكلم في كل يوم تتكلم بواحد يجي يسرق لك كلامك، واحد يستعملك، واحد يتنظموا ويديروا كما في تونس حزب نداء تونس نداء الجزائر، الجزائر قبل كل شيء، وياخذوا الحكم بالجمل ما حمل. حتى الاحزاب وهذه الجمعيات كلها تتلغى لان برهنت على اننا هي التي اوصلتنا الى عنق الزجاجه. والكل يذهب وتبقى الجزائر واقفه في كل الصعاب وفي كل الظروف. نشكر استاذ محمد هدير استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لك. الاستاذ فادن تشكر، ونشكر الاستاذ احمد جداعي ممثل عن حزب الافافاس، تشكر سيدي. وتشكرنا ايها الساده والسيدات على حسن المتابعه والاصغاء. إلى اللقاء.